انه اعجاز في اعجاز. كل نعم حال. اقتربت الساعه وانشق القمر. نعم. هل عرف العلم نعم. انه حدث انشقاق في القمر؟ هذه الآية لها معي قصة أرجوك. يعني منذ يعني أكثر من سنة تقريبا كنت أعطي محاضرة في كلية الطب في جامعة كاردف. كاردف في غرب بريطانيا، وكان الحضور خليط من المسلمين وغير المسلمين، وصار حوار حي للغاية عن جوانب الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. وفي أثناء هذا الحوار وقف شاب من المسلمين وسألني، قال: يا سيدي، هل ترى في قول الحق تبارك وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر لمحة من لمحات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم؟ قلت له: لا، لأن الإعجاز يفسره العلم، أما المعجزات لا يستطيع العلم أن يفسرها. المعجزة خارقة للسنن، فلا تستطيع السنة أن تفسرها. فهذه معجزة حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتشهد له بالنبوة وتشهد له بالرسالة. والمعجزات الحسية شهادة على من رآها، ولولا ورود هذه المعجزة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما كان علينا مسلمي هذا العصر أن نؤمن بها، ولكننا نؤمن بها لورودها في كتاب الله ولورودها في كتب السنة. وفي كتب السنة يروى أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بخمس سنوات، جاءه نفر من كفار قريش وقالوا له: يا محمد، إن كنت حقا نبيا وإن كنت حقا رسولا فأتنا بمعجزة تشهد لك بالنبوة وتشهد لك بالرسالة. فسألهم: ماذا تريدون؟ قالوا: شق لنا الخمر. من قبيل التعجيز، من قبيل استحالة إمكانية حدوث ذلك. فوقف المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ألا يخزيه في هذا الموقف، فألهمه الله تعالى أن يشير بإصبعه الشريف إلى القمر، فانشق القمر إلى فرقتين تباعدتا عن بعضهما البعض لعدة ساعات متصلة ثم التحمتا. فقال الكفار: سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض العقلاء بينهم قالوا إن السحر لا يستطيع أن يطول كل الناس، السحر قد يؤثر على الذين حضروا في الموقع، فانتظروا الركبان القادمين من السفر. يعني قصدهم على سبيل سحروا أعين الناس، سحروا أعين الناس. السحر نعم. أعينهم فخيل نعم. إليهم ذلك نعم. فقالوا: انتظروا الركبان القادمين من السفر. فتصارع الكفار إلى مخارج مكة ووقفوا ينتظرون القادمين من السفر. فأول ركب قادم سألوهم: هل رأيتم شيئا غريبا حدث لهذا القمر؟ قالوا: نعم، الليلة الفلانية رأينا القمر قد انشق إلى فرقتين تباعدتا عن بعضهما البعض ثم التحمتا، فآمن من آمن وكفر من كفر. ولذلك القرآن يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر، إلى آخر الآية. وهذه الرواية رواها كبار الصحابة: عبد الله بن عباس عليهما رضوان الله، عبد الله بن عمر عليهما رضوان الله، وحتى مؤرخ الهند يؤرخون في تاريخهم القديم بحادثة انشقاق القمر. وقلت لهذا الأخ الكريم: نحن نؤمن بهذه المعجزة لأن الله قادر على كل شيء، ونؤمن بهذه المعجزة لورودها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع إيماننا بأن المعجزات الحسية شهادة على من شهدها. وبعد أن أتممت حديثي وقف شاب بريطاني مسلم، عرف بنفسه، قال: أنا داود موسى بيتكوك رئيس الحزب الإسلامي البريطاني. وقال: يا سيدي، هل تسمح لي بإضافة؟ قلت له: تفضل. قال: وأنا أبحث عن الأديان، أهداني أحد الطلاب المسلمين ترجمة لمعاني القرآن الكريم، فأخذتها إلى البيت وشكرته عليها. وحينما فتحت هذه الترجمة كان أول صورة أطلع عليها صورة الخمر، فقرأت: اقتربت الساعة وانشق الخمر. وقلت: هل يعقل هذا الكلام؟ هل يمكن للخمر أن يشق ثم يعود يلتحم؟ وأي قوة تستطيع عمل ذلك؟ قال: فصدتني هذه الآية عن مواصلة القراءة، وفرقت المصحف وانشغلت بأموري، ولكن الله تعالى يعلم. لم يكن مسلما. لم يكن مسلما. لا. قال: انشغلت بأمور الحياة، ولكن الله يعلم مدى إخلاصي في البحث عن الحقيقة.
فأجلسني ربي أمام التلفاز البريطاني، وكان هناك حديث حوار يدور بين معلق بريطاني وثلاثة من علماء الفضاء الأمريكان، وكان المذيع البريطاني يعاتب هؤلاء على الإنفاق الشديد على رحلات الفضاء في الوقت الذي فيه تمتلئ الأرض بمشكلات الجوع والفقر والمرض والتخلف، وكان يقول هذا المال لو أنفق على عمران الأرض لكان أجدى وأنفع. وجلس هؤلاء الثلاثة العلماء الأمريكان يدافعون عن وجهة نظرهم ويقولون إن هذه التقنيات تطبق في نواحي كثيرة في الحياة، تطبق في الطب وتطبق في الصناعة وتطبق في الزراعة، فهذا المال ليس مالا مهدرا ولكنه أعاننا على تطوير تقنيات متقدمة للغاية. في خلال هذا الحوار جاء ذكر رحلة إنزال رجل على سطح القمر، وعلى أنها كانت أكثر هذه الرحلات كلفة، تكلفت أكثر من 100,000,000,000 دولار. فصرخ فيهم المذيع وقال أي سفه هذا، 100,000,000,000 دولار لكي يضعوا العلم الأمريكي على سطح القمر؟ فقالوا لا، لم يكن الهدف مجرد وضع العلم الأمريكي على سطح القمر، كنا ندرس التركيب الداخلي للقمر، فوجدنا حقيقة لو أنفقنا أضعاف هذا المال لإقناع الناس بها ما صدقنا بها أحد. قال ما هذه الحقيقة؟ قالوا هذا القمر انشق في يوم من الأيام ثم التحق. كيف علمتم ذلك؟ قال وجدنا حزاما من الصخور المتحولة يقطع القمر من سطحه إلى جوفه إلى سطحه، فاستشرنا علماء الأرض علماء الجيولوجيا فقالوا لا يمكن أن يكون هذا قد حدث إلا إذا كان هذا القمر قد انشق ثم التحق. يقول الرجل قفزت من الكرسي الذي كنت أجلس عليه أمام التلفاز وقلت معجزة تحدث لمحمد قبل 1400 سنة، يسخر الله الأمريكان لينفقوا أكثر من 100,000,000,000 دولار لإثباتها للمسلمين، لابد أن يكون هذا الدين حقا. فعدت إلى المصحف وتلاوت صورة القمر وكانت مدخلي إلى قبول الإسلام دينا. الله أكبر. نعم الله أكبر.